حسين. نحييكم أحبتي وسادتي، ونلتقيكم مع المشاركة الأولى ضمن هذه المرحلة الجديدة، مرحلة نصف النهائي من وجيها بالحسين في نسخته الثالثة. من العراق، حيدر إبراهيم المنصوري. صراحة من ناحية الأداء بالردة الحسينية والوقوف على المنبر كانت هنالك ملاحظات من المرحلة الأولى إلى هذه المرحلة. إن شاء الله بعد أن أخذ هذه المرحلة أكيد هنالك ملاحظات استفادت من عدها بالنسبة للوقوف على المنبر، الشعور بالقصيدة، المعايشة للقصيدة وغيرها من الأمور اللي تختص بهذا الشيء. أما من قضية الألحان فهنالك لجنة مختصة، والحمد لله ما جاي يقصرون ويانا من قضية الألحان، لأن أكثرية القصائد أو خصوصا في هذه المرحلة فكان اعتماد الألحان عليهم، وأأمل أن أطور هذه الشيء عندي، يعني قضية الألحان، ومن الله التوفيق. لجنة المنقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. متسابق السلام. حيدر إبراهيم المنصوري من محافظة البصرة، العمر 18 سنة. جم حياك الله. 18 سنة. على حال لساني مولاتي العقيلة مخاطبة لأخيه الحسين قائلة له: من قد ما رديت القبرك مشتاقي، خلص دمع عيون حسين على الناقي، قوم اشوقني وحن علي، ردت زينب مو مسبية ردت مشتاقي. هذا المستهل وأجرك على الحسين. من قد ما رديتي قبرك مشتاقي، خلص دمع عيوني احسين على اللاقي، قوم اشبقني وحين علي، ردت زينب موسبية، قوم اشبقني وحين علي، ردت زينب موسبية، ردت مشتاقة، ردت مشتاقة، يلا فدوي، ردت مشتاقة، ردت مشتاقة. من قد ما رديتي قبرك مشتاقة، من قد ما رديتي قبرك مشتاقة، خلص دمع عيوني حسين على اللاقة، قوم اشبقني وحين علي، ردت زينب موسبية، ردت مشتاقة، ردت مشتاقة، ردت مشتاقة، ردت مشتاقة. يا ابو الوفا ما ينعرف فهمني موضوعك، الى خادم الحسين السيد محمد الموسوي. يا ابو الوفا ما ينعرف فهمني موضوعك، تلم الضعن يم القبور ومطشر ضلوعك، تلم الضعن يم القبور ومطشر ضلوعك، عينك بجيت مو من كسور عندك كرام زايد، شفت الناخر ضامي وقميت كملت بدموعك،
يا هو مثلك من ذبيح عينه مشيول راسه وداير علينا خويا ردينا مني الشام وعيونك جو الترابي وفتشت لينا مشتاقت حالي حال بنياتك يا من في دول روح الدنيا الشيباتك كوني عيونك ترجع هي رد الزينب مو مسبيه ردت مشتاقه ردت مشتاقه من قد ما رديت لقبرك مشتاقه خلص دمع عيون حسين على الناقه قومي شبقني وحن علي رد الزينب مو مسبيه ردت مشتاقه ردت مشتاقه يل كان نومك مو تعيب قل لي شي سدينك تغطيني برموشك جنيت لو غمضيت عينك صدرك حريس كان وبخت والخيل معصوبه وعلا يخلص بالسحيق رقبتني ساوينك نبحنا والطف ماي مضمه وفي اي عيدنا يفشل الهمه بس انت خيمه واحنا نسوانك من خيمه لازم نركض الخيمه من خيمه لازم نركض الخيمه وين نروح وكلها تحبك وتريدك يا المتروس سهام من ايدك حديدك وين نروح وكلها تحبك وتريدك يا المتروس سهام من ايدك حديدك خلاص صدر شوية شوية رد الزينب مو مسبية ردت مشتاقة ردت مشتاقة احجيها ردت مشتاقة ردت مشتاقة ايه ردت مشتاقه ردت مشتاقه سيفك يا ابو فاضل اسرع من الضوى سيفك ما يجامل قطع رزق الهوى سيفك يا ابو فاضل اسرع من الضوى سيفك ما يجامل قطع رزق الهوى سيفك بصفه مثل العاطفه يطشر العياله يطشر العياله طشر العياله يتوظب حب علي سيفك ممتلي بحب محمد واله بحب محمد واله الغيرة من اللي تقوب يدخن راسك الهوى يخلص لو جر الفاسك حيرتهم قطعك وما متيت يروح عباس ويجي عباسك انت والزلازل والكوارث سوى سيفك يا ابو فاضل اسرع من الضوء القصيده لخادم الحسين محمد الجماس احسن طيب الله انفاسك حبيبي النزله لمن اخر اشخب اقصد النزله لمحمد الجماسي بس القصيده ثقيل سيد محمد الموسوي بارك الله فيكم دكتور عماد الزبيدي تقبل الله أعمالكم وصيامكم ونبارك لكم افتتاح هذه المرحلة حياكم الله حياك الله سيد حسنين تقبل الله أعمالنا وأعمالكم تقبل الله الطاعات
هاي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الشعر الشعبي يعني. راح يكون الشعر والألحان من قبل فريق التدريب أو لجنة التدريب، طبعاً هم ما أحد موجود معتهم لأن كلهم جاي يدربون الوقت وشهر رمضان والتعب والجهد، فالكل مشغولين بالتدريب. حيدر إبراهيم المنصوري أول مرة راح أحط درجاته بالمرحلة الأولى لجنة التحكيم اطتتك 75، وبالمرحلة الثانية لجنة التحكيم اطتتك 77، يعني مستواك متقارب بالمرحلتين. لجنة الخبراء اطتتك 63 بالمرحلة الأولى، رجعت اطتتك 92 بإدائك بالمرحلة الثانية. شكرا لكم. نعم أستاذنا الوندي حياكم الله، تقبل الله أعمالكم. نسمع بالنسبة للحيدر المنصوري، أداء أهم أكيد بسبب الطبقة، كان أداء باهت وبارد خصوصا بالمقاطع، بالمقاطع كان أداء كلش باهت، ربط وكذا وسرعة، السرعة من سرعت أنت سويت لك وقفة، إحنا ما نطالبك بالوقفة، نريد ربط، نريد ربط. موفق إن شاء الله حيدر. شكرا لكم دكتور مخلص حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. من نعميكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. أخ حيدر، الطبقة الصوتية كانت مناسبة بالنسبة للقصيدة، وتطابق المضمون واللحن كان بعيد، يعني ما كان في اللحن ما خدم المضمون الكلامي. الجمل اللحنية كانت مخليط بين شيء بسموه كونجوان وشيء ديسجوان، يعني نغم متقارب ونغم متباعد، كان فيها هالخليط، وهذا الخليط بده قالب تأليفي بيكون الأداء حذر جدا، وهذا بهت القصيدة بشكل عام. الربط بين أجزاء القضية، بين القصيدة الرئيسية والرئيسية والنزلة كان مقبولا إيقاعيا. لحظة درامية ما كانت موجودة، ما قدرنا نحس منك وجود لحظة درامية. الأداء التكتيكي أو الأداء التكتيكي بين الجمل كان ضعيف جدا، وكأنك أنت مش صاحب القصيدة، وكأنك هلأ أول مرة بتسمع القصيدة. الأداء النهائي أو الاستراتيجي كان مفقودا، يعني المشهد العام لم يكن مكتمل حبيبي. شكرا لكم إن شاء الله. شكرا لكم، الله يبارك فيكم. شكرا لك يا حبيبي. على ما أظن أو من الممكن يعني أكو فد أمل للتأهل، يعني لأن في هذه المرحلة الاعتماد للرادود هو على الأداء جيد وحضور الرادود، أما اللحن فكانت متكفلة به هي اللجنة المختصة في هذا الأمر. والحمد لله على كل حال، أأمن أن أكون إن شاء الله وجيها عند الحسين في الآخرة.